زعيم الانقلاب المخلوع في بوركينا فاسو يوافق على الاستقالة، فبحسب مسؤولين محليين رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد بول هنري داميبا قبل الاستقالة بعد وساطة تولاها رجال دين وسياسة بين الطرفين تم بموجبها الوفاء بشروطه وعلى رأسها الأمنية. المجلس العسكري سارع للإعلان في التلفزيون الحكومي عن تعيين زعيمهم إبراهيم تراوري رسمياً على رأس الدولة بعد انقلاب الجمعة. ويعد انتزاع تراوري السلطة ثاني انقلاب عسكري تشهده البلاد هذا العام، تطور يأتي وسط مخاوف من أن تصرف الفوضى السياسية الانتباه عن تمرد الجماعات المسلحة والذي أدى إلى مقتل الآلاف وأجبر نحو مليوني شخص على الفرار من ديارهم. تزامنت هذه التطورات مع خروج مئات الداعمين لتحرك الجيش رافعين الأعلام الروسية ورافضين ما سموه الاحتلال الفرنسي لبلادهم، فيما تجمع عشرات المتظاهرين المؤيدين لقائد الانقلاب الجديد أمام السفارة الفرنسية في واغادوغو وأدرموا النيران في حواجز أمنية وأشقوا حجارة داخل المبنى الذي كان جنود فرنسيون يتمركزون على سطحه. تطور يرى مراقبون فيه إشارة واضحة على تراجع النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا، لا سيما مصلحة روسيا التي تحاول ركوب موجة العداء الشعبي لباريس. وتعد بوركينا فاسو ثاني بلد تخسر فيه فرنسا على ما يبدو نفوذها، حيث أعلن المجلس العسكري في مالي خلال الأشهر الماضية فسخ جميع الاتفاقات الدفاعية التي تربطه مع فرنسا، لما قال إنه رد على الانتهاكات والخروقات الفرنسية في بلاده، وهي خطوة اعتبرت قطعاً مع عقود من نفوذ باريس داخل مستعمرتها القديمة.